فهي فعلا ليها شخصيه قياديه حازمه ولها عزيمه قويه واراده فولاذيه. هي ايضا انسانه طموحه جدا جدا، تحب النجاح وقادره على تحقيقه. ودكتوره لميس يونس دايما تفضل التجارب الصعبه، يعني انا دايما اقول لها يا لميس انت مش بتحبي الحاجه السهله، بتحبي دايما الحاجه الصعبه، وده فعلا بيعكس شخصيتها القويه وارادتها الحديديه. لميس التي قال عنها الشاعر: افاق شوقي على ما فيها، جاءت لميس اليوم تحكيها. هذا الشعور العذب منها فاض، طيبا رقيقا معلنا ما فيها. هامت بروح الشعر قد اغراها، حرفا جميلا صادقا يرويها. دكتوره العزيزه الجميله، العزيزه على قلب كل اعضاء قسم اللغه الانجليزيه، دكتوره لميس يونس.